طريق الفوق هذا الإنجاز الرائع. على بركة الله. لا عبري ما قصك. فرمي مامسا. وين استاذ عصام؟ وصل يشرى بالحال. خل شوية تعطينا التفاصيل عن. بوس الاخضر استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. فتح المشروع ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله. بسم الله. يا الله. ابشرك استاذ. رعاية السيد أحمد عبد الله الجبوري محافظ صلاح الدين، اليوم قمنا بحفلة، حضرنا حفلة افتتاح تأهيل وتطوير ونصب مجمع ماء طريق كركوك. بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلد، لكن منظمة الصليب الأحمر هي من المنظمات السارعة ومن المنظمات الحقيقة التي قدمت كثير من المشاريع لأبناء قضاء الطوس. هذا ليس المشروع الأول الذي تقوم بتقديمها منظمة الصليب الأحمر، قام بتطوير وتأهيل مجمعات ناحية آمرلي وكذلك مجمعات كفري موحد، وهذا مشروع الثالث في القضاء والتي حقيقة تقدم خدمة كبيرة لشريحة كبيرة من أبناء قضاء الطوز، وتعالج مشكلة الماء في عدة أحياء سكنية داخل مركز القضاء. باسم السيد محافظ صلاح الدين وباسم أبناء القضاء نقدم بالغ شكرنا وتقديرنا إلى المنظمة الدولية لصليب الأحمر السباقة في تقديم المشاريع، ونتمنى أن يكون هذا ليس المشروع الأول والأخير في قضاء الطوز، ونتمنى أن يقدمون المزيد. وكذلك أيضا من المنظمات الساعية في تقديم الخدمات إلى النازحين، خدمات إنسانية إلى النازحين، لذا نطلب من عندهم دعم وكذلك نطلب من عندهم تقديم الكثير والكثير. So today we inaugurate the this water treatment plant that we have been working on during six months as the International Committee of the Red Cross. منذ ستة أشهر أنجزنا هذا المشروع، مشروع ماء طريق كركوك اللي يخدم أهالي قسم من الطوس. This is one of a series of projects that we've already done before, through which we managed to improve access to water to for more than 100,000 people in Tuz district. هذه واحد من المشاريع المستمرة والمخططة من قبل الصليب الأحمر الدولي لخدمة أهالي طوس. مشروع طريق كركوك طوس كان سعة مالته 200 متر مكعب، وأهلنا ووسعنا سعة مالته إلى 300 متر مكعب من تبديل الفلاتر والمضخات الواطئ والمضخات الدفع العالي وأيضا الكلور وتعقيم وإلى آخره من الشب وكل ما تشوفونه في هذه البرنامج، وهذه يغطي معظم قسم من أحياء طوس خرماطو، يغطي بحدود 40,000 نسمة إن شاء الله. عمر رفيق مهندس في اللجنة الدولية للصليب الأحمر.